نحن الآن في وقفة احتجاجية في مبنى التربية تضامن مع المعلمين لرفع سوية دخل المعلم في ظل هذه التقلبات الاقتصادية التي نعيشها، ومن حق المعلم أن يعيش عيشة مرفهة شيئا ما في ظل هذه الظروف الصعبة، لأن المعلم هو اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات وتحضرها، وهو الحجر الأساسي لبناء الأجيال وتحضرها وتحقيق أمانها وطموحاتها. لذلك نحن تضامنا مع المعلمين نقف هذه الوقفة مطالبين بحق المعلم أن يعيش عيشة بكرامة، عيشة في مستوى اقتصادي مرموق يليق بهذا المعلم الذي يبني الأجيال ويقدم ويضحي ويتعب وينشئ هذه الأجيال لتكون مقرا أو مصدرا لتحضر الأمم ورقيها. المنحة المقدمة للمعلمين لا تتجاوز $70. $70 إذا أراد المعلم أن يبدل جرة الغاز، أسطوانة الجار، أسطوانة الغاز، ثمنها أكثر من $13. التزامات ثانية على المعلم: كهرباء، مي، حفوضات للأطفال، مواد غذائية، وإذا كان عنده أجار بيت فهي $70 ما بتكفي نهار واحد. فالقائم على أمر التعليم، على المسؤولين عن التعليم، المسؤولين عن المنح المقدمة للمعلمين، ما بياخذوا في عين الاعتبار الغلاء والفاحش الموجود في المنطقة، ما بياخذوا في عين الاعتبار تدهور سعر الصرف الليرة التركية أمام الدولار. اليوم المعلم أصبح بحاجة للقمة العيش لتكفيه، الراتب ما بيكفي أسبوع، وهذا شيء بكسر حاجز عند المعلم بده يصير يطلع يشتغل إجير عند هاد وعند هاد. هي كسر حاجز الكرامة للمعلم، وإذا المعلم فقد شيء من الكرامة فقدتها الأمة. اليوم شلون بده يعلم الطالب الكرامة والعزة والإباء؟ واليوم هو ناقصه كرامة، إذا احتاج للقمة العيش بنقصه كرامة. واليوم واقع سيء، اليوم الراتب كل ما برفعه ما بصل $100، برد كل ما برفعه ما بصل $100، وبعدها لوين نوصل؟ ما هو قياسا خيو بالامم الثانيه، قياسا بربع قيمه الراتب بيطلع له $200. نحن نناشد وقف المعارف التركي، هو الجهه المسؤوله عن التعليم، وهو الجهه التي تمارس النشاط التعليم للدوله التركيه خارج تركيا. نناشدها بأن ترفع رواتب المعلمين، ليس زيادة، نحن لا نطالب بزيادة أصلا، نحن نطالب بإعادة جدولة رواتب المعلمين في المنطقة بما يكفي لتغطية مستلزمات المعيشة بحدها الأدنى عند الفقر، عند حد الفقر وليس عند حد المجاعة. اليوم نحن في مجاعة، مبلغ 2000 ليرة أو 1900 ليرة لا يكفي ولا يعتبر مبلغ تشغيلي لقطاع التعليم.